في. وزي ما كريم قال كده يعني في ناس في الصيف بيكون عندهم كسل، وفي ناس في الشتاء في الصيف في الخريف في اي وقت عندهم كسل، هي طبيعه جسم طبيعه بني ادم. فنعمل ايه؟ لان دي حاله سخيفه جدا بصراحه ان صح التعبير. يعني صباح الفل عليكم. خلينا مبدئيا الفكره كلها بعيده عن فكره الكسل او طبيعه جسم او سلوكيات، دايما الكسل المتهم الرئيسي فيه هو المعادن. المعادن الناس ما بتاخدش بالها من النقطه دي، سواء كان صوديوم بوتاسيوم مغنيسيوم حتى لو كان الكالسيوم، وبما يجي بعد كده فيتامين دي، دول هنخليهم على جنب شويه. فدايما خلل المعادن ده بينعكس على الشخص. الشخص اللي هو ممكن يقول لك انا بنام 12 ساعه، عدد كبير جدا من عدد الساعات، واقوم انا حاسس ان انا تعبان ولسه محتاج انام تاني ولسه عندي مشكله، ده بيبقى بخلل المعادن. الشخص اللي بينام وبينام نوم متقطع، تلاقي كل ساعتين بيقلق، كل ساعتين بيقلق، تمام، ده بيبقى عنده خلل في المعادن. فخلل المعادن ده بيظهر اكتر في الصيف. ليه؟ لان احنا بيحصل عمليه فقد اكتر من الشتاء، عن طريق العرق، عن طريق دخول حمام بصوره منتظمه اكتر من مره، وما بنعوضش ده. الناس ما بتاخدش بالها، هي الفكره كلها احنا محتاجين ان انت تشرب ميه، وتشرب ميه بكميات كبيره، ده هيعمل لنا توازن وكل حاجه، بس المعادن دي موجوده في حاجات تانية انت محتاجها انك تاخدها على مدار يومك، اهمها طبعا هنقول كل مصادرها على مدار الحلقه. فانت محتاج انك تظبط البالانس بتاع المعادن ده، هتعدي من الصيف الدنيا كويسة، مفيش خلل في المعادن، مفيش موضوع الكسل، أو ما يظهرش عليك بقى عدم القدرة على ممارسة النشاطات، لأن المعادن دي شغل أعصاب هتلاقي المعادن دي موجودة، شغل العضلات هتلاقي المعادن دي موجودة، وظائف المخ هتلاقيها موجودة، وظائف القلب بتأثر بصورة مباشرة على وظائف القلب. فلو المعادن دي زي ما قلت لك حصل فيها مشكلة، هنا بتبقى القصة. يعني بخلاف المعادن، هل ممكن نقول إن في حاجة اسمها إجهاد مرضي؟ مش مرتبط بقى بتوقيت معين او بظروف معينه او بدرجات حراره معينه، بالظبط، مرضي نفسي او بدني. ممكن ده متاح وده موجود، وللاسف دي بتبقى حجه ان انت تحاول تخرج منها من عدم القدره على ممارسه اي نشاط. يعني انت ما اتعودتش مثلا انك تمارس اي رياضه الصبح، فبتبدا تخلق لنفسك العذر ان انا عندي مشكله، ان انا ما بقدرش امارس اي نشاط، ده انا ما بقدرش، ده انا ما بعملش، بتهرب من حاجه، من مشكله نفسيه او ضغط نفسي في حته معينه، في انك تزنق نفسك في الكورنر ده، انا خلاص انا مش قادر اعمل ده. ده لو ما فيش حاله مرضيه، يعني انا ما عنديش الشخص ده بيعاني من مشكله مثلا المرض الاعصاب العضلي الليفي مثلا، ان العضلات فيها خلل، ما بتتكونش بصوره كويسه، ما بيحصلش تقويه للعضلات بصوره كويسه، دي مشكله مرضيه، دي حته ثانيه خالص. لكن لما يبقى في ضغط نفسي او مشاكل نفسيه، انت بتحاول دايما تهرب من المشاكل النفسيه دي بان انا مش قادر، انا محتاج، عايز انام، عايز افضل دايما لوحدي، عايز افضل دايما ما بمارسش اي نوع من انواع النشاطات، وما عنديش القدره، ده اللي احنا نقدر عليه. وعلى فكره هي الرياضه الخطوه الاولى، زي اي حاجه في الدنيا دايما الخطوه الاولى بتبقى اصعب حاجه، بعد كده الدنيا بتمشي. انت لو قدرت تنظم اكلك وتوازن ما بين شرب الميه والاكل بصوره منتظمه، وتبدا تظبط القصه بتاعت الفيتامينات والمعادن دي، هتيجي الخطوه اللي بعد كده ممارسه الرياضه. زي هي سلوك، يعني انت حسب ما بتعود نفسك على السلوكيات الغلط هتفضل مستمر عليها، والجسم هيفضل يفرضها عليك ويطلبها منك. نفس الفكره للسلوكيات الصح، الجسم برضو هو بالنسبه له الجسم اذكى حاجه انت ممكن تكون بتتعامل معاها، بيحط نفسه في حاجه اسمها كومفورت زون، يعني حاجه مريحه بالنسبه له، هو ده اللي انا متعود، ده الريستد بتاع الجسم نفسه. انت لو معوده على ان الراحه دي في الحاجه الغلط هو هيطلبها منك. يعني لو انت قاعد بتسوق مثلا، قاعد مايل بجزعك ناحيه اليمين، فانت لو اتعدلت هتحس ان ظهرك مش مرتاح، فترجع للغلط تاني. هو خلاص الجسم ظبط نفسه على ان هو ده وضع الراحه بالنسبه له. كذلك فكره ممارسه الرياضه، لا انا بتعب، ده انا ما بقدرش اقوم، ده انا ركبي، ده انا ظهري، ده انا، مع ان دي كلها اوجاع طبيعيه لاي حد بيمارس اي نوع من انواع الرياضات، خاصه لو كان في اول التجربه. حلو جدا.